السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله قريب هتسمعوا خبر تجميد عقوبه شيكابالا. والموضوع التاني اللي معانا النهارده ازمه كبيره بيمر بيها فريق الكوره بنادي الزمالك بسبب خطا اداري، مشكله كبيره جدا من قطاع الناشئين اثرت على الفريق الاول بكره القدم بنادي الزمالك. يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. لو زملكاوي فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. خلونا نبدا بموضوعنا الاولاني عشان عاوز احلل شيكابالا في الاخر، عشان شيكابالا اخباره حلوه وان شاء الله باذن الله يعني تسعدكم زي ما هي اسعدتني، فهنخلي الخبر ده في الاخر. هنبدا الاول بموضوع ازمه كبيره بيمر بيها فريق الكوره بنادي الزمالك، ازمه اداريه وانعكست على فريق الكرة بنادي الزمالك كده، زي الأزمة اللي حصلت بتاعت محمد عبد الغني انه ما سافرش مع الفريق، برضو في أزمة إدارية تانية محدش اتكلم فيها. الأزمة دي هي خاصة باللاعب الناشئ حارس المرمى اسمه محمد نديم. محمد نديم هيأثر على فرقة نادي الزمالك الكبيرة ازاي؟ اقول لك انا بقى يا سيدي ازاي. بعد رحيل جنش وبعد رحيل محمد صبحي اصبح الزمالك لديه حارسي مرمى، وهما محمد ابو جبل ومحمد عواد، والمفروض كان التالت بتاعهم هيبقى احمد نادر السيد، ولكنه خرج لرحلة احتراف في البرتغال، فاحمد نادر السيد خلاص مش موجود معاك سنتين. فكارتيرون اتكلم مع الكابتن عادل المأمور اللي هو يعتبر الراجل المشرف على حراسة المرمى في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقال له أنا عاوز حارس مرمى يكون تالت مع مين؟ مع أبو جبل ومع عواد، لازم يبقى في حارس تالت، اتنين بس ما ينفعوش، وعشان يبقى موجود معايا بشكل مستمر ويتصعد للفريق الأول ومش هيتدرب مع الناشئين تاني. فالمهم الكابتن عادل المأمور طلع له ثلاث حراس مرمى وقال له اختار دول افضل ثلاث حراس موجودين في القطاع الناشئين وفي المرحله العمريه دي اللي هي 2001، قال له اختار الحارس اللي يعجبك. وبالفعل اتدرب الثلاث حراس مع باتريس كارتيرون. مين هم الثلاث حراس دول اللي اتدربوا مع كارتيرون؟ رقم واحد لاعب اسمه زياد اسامه، والتاني لعيب اسمه السيد عطيه، والتالت اسمه محمد نديم. المهم كارتيرون بعت الثلاث حراس يتدربوا مع اوليفيرا مدرب حراس المرمى. جه اوليفيرا لكارتيرون وقال له افضل حارس في الثلاثه وانا اخترته هو محمد نديم. فكارتيرون بلغ الكابتن عادل المأمور انه خلاص محمد نديم هو الحارس الثالث اللي هيتصعد مع ابو جبل ومع عواد. الكابتن عادل المأمور بلغ الكابتن بدر حامد وقال له انا خلاص مستر كارتيرون استقر على محمد نديم. واتفاجئ بقى الكابتن عادل المأمور ان الكابتن بدر حامد بيقول له ان محمد نديم مش مقيد في قائمة نادي الزمالك. مصيبة وكارثة سودة ان لعيب بيتدرب معاك ولعيب المفروض ان هو راح معسكرات ويعني حضر تدريبات وشارك في مباريات ودية، ازاي ده مش مقيد؟ جر الكابتن بدر حامد على اتحاد الكورة وقالوا له ان للأسف السيستم واقف عشان الزمالك ممنوع من القيد والزمالك عليه بلوك في السيستم بتاع القيد. فالمهم الكابتن بدر حامد حاول يتواصل مع الكابتن احمد مجاهد، والكابتن احمد مجاهد قال له هنحاول نحل المشكله دي لنادي الزمالك. اعتقد ان الحل من وجهه نظري الشخصيه اعتقد ان الحل صعب جدا جدا جدا، لان الزمالك اصلا ممنوع من القيد، فالحارس هيتأيد ازاي معاه وهيلعب ازاي معاه؟ دي كانت القصة بتاعت محمد نديم. وكارتيرون هيرجع طبعا من كينيا، كان المفروض ان هو يكون الحارس يكون جاهز اول ما كارتيرون يرجع من ماتش تذكر، ولكن كارتيرون هيرجع يتفاجأ ان محمد نديم الحارس اللي هو اختاره
مش موجود والزمالك ما قدرش ان هو يقيده في القايمة بتاعته. مشكلة كبيرة جدا وازمة كبيرة جدا. وعشان كده احنا شايفين دلوقتي الحارس اللي هو اسمه السيد عطية اللي بيتمرن مع نادي الزمالك دلوقتي وبيتمرن مع المستبعدين وناجي مصطفى فتحي وايمن حفني والكلام ده كله. فهنشوف الفترة اللي جاية مخبيانا ايه ومخبيان نادي الزمالك ايه. ولكن الاقرب لابو جبل وعواد هيكون هو السيد عطية الحارس الناشئ، وهيكون هو الحارس الثالث لنادي الزمالك لغاية ما نشوف ازمة محمد نديم هتتحل ازاي. وبالمناسبة بيقولوا حارس ممتاز وحارس واعد ومستوى ممتاز، ولكن للأسف اكتشفنا ان هو مش مقيد في قائمة نادي الزمالك. تعالوا بقى يلا بينا ندخل على شيكابالا ونشوف القصة بتاعت شيكابالا وايه اللي هيرفع عقوبة شيكابالا وهيجمد العقوبة بتاعت شيكابالا. بعد عقوبة شيكابالا المجحفة اللي وصلت لـ8 شهور وبعد كده وصلت لـ8 مباريات، وكل الناس طلعت قالت ان شيكابالا مظلوم، ان شيكابالا ما عملش اي حاجة، وطلع احمد مجاهد ادان نفسه واعترف ان شيكابالا ما كلموش، وكل اللي قاله له قال له انت اهلاوي، ودي اعتبرها احمد مجاهد انها سبة في جبينه. المهم في شيكابالا لما لقى ان العقوبة اتقللت من 8 شهور لـ8 مباريات، شيكابالا ونادي الزمالك عملوا شكوى رسمية لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية عشان خاطر يرفع العقوبة من على شيكابالا. وبالفعل كان في يوم الحد اللي فات جلسة وهتنظر القضية بتاعت شيكابالا وهتدي فيها قرار. الجلسة دي اتأجلت ليوم الحد القادم. اتأجلت ليه ليوم الحد القادم؟ هقول لك انا بقى الجلسة دي اتأجلت ليه. الجلسة اتأجلت زي ما اعلن امبارح كريم حسن شحاتة. فالجلسة اتأجلت ليه؟ الجلسة اتأجلت عشان خاطر امبارح كريم حسن شحاتة طلع واعلن ان مصدر مسؤول من داخل لجنة التسوية والتحكيم من الناس اللي هتنظر عقوبة شيكابالا. قال لي كريم حسن شحاتة بنسبة كبيرة جدا 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 القضية بتاعت شيكابالا هيتم تجميدها وهيتم الغائها، والقرار اللي طالع هيطلع بكده. طيب ليه بقى الموضوع ده حصل؟ الموضوع ده حصل عشان خاطر من ضمن قوانين لجنة التسوية والتحكيم بشكل عام ان المفروض اللاعب يتحقق معاه، وبعد ما تحقق معاه تطلع التقرير. انما اللي حصل مع شيكابالا ان شيكابالا ما تحققش معاه، العقوبة طلعت على طول، العقوبة طلعت في لمح البصر، وده خلى الناس في لجنة التسوية والتحكيم يقول لك احنا ده مخالف للقواعد ومخالف للوائح، ان ما ينفعش ندي عقوبة اللاعب وهو ما تحققش معاه. وعشان كده لجنة التسوية والتحكيم اجلت الجلسة من يوم الحد اللي فات ليوم الحد الجاي، والتأجيل كان بسبب انها بتدي مهلة لنادي الزمالك انه يثبت ان شيكابالا ما راحش للتحقيق. وده اللي قاله لهم لجنة التسوية والتحكيم، قالوا لنادي الزمالك هنديكم فرصة اسبوع عشان تثبتوا ان شيكابالا ما راحش يتحقق معاه. والموضوع طبعا اثباته سهل جدا عشان خاطر ده الكلام لسه على لسان لجنة التسوية والتحكيم، عشان خاطر لو ما كانش فيه تحقيق مع اللاعب مش هيكون في عقوبة. ما ينفعش عقوبة بدون تحقيق، ده اسمه يعني فساد، ده اسمه فساد، وده اسمه يعني واحد مش عايز بس يقول كلام اكتر من كده. فان شاء الله باذن الله العقوبة بتاعت شيكابالا هيتم الغائها عن طريق لجنة التسوية والتحكيم باللجنة الاولمبية. طيب هل بقى هي قراراتها ملزمة لاتحاد الكورة ولا لا؟ هي ملزمة في حاجات ومش ملزمة في حاجات. هنشوف اتحاد الكورة هياخد بقرار لجنة التسوية والتحكيم ولا هيكون ليه رأي تاني ارضاء للنادي الاهلي وارضاء لجماهير النادي الاهلي. ده اللي هنتعرف عليه الايام القادمة ان شاء الله باذن الله. وصلنا للنهاية، واكيد لو زملكاوي هتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس، واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.